الاستثمار في أسهم البنوك الأمريكية كان أحد أكثر الاستثمارات شهرة خلال العام 2021. السبب في ذلك هو أن تقييمات البنوك الأمريكية بالمقارنة مع تقييمات المؤشر الـ S&P 500 هي على فرق كبير، يعني هي أرخص بكثير من الكثير من الأسهم المدرجة بالـ S&P 500. هذه البنوك ستعلن عن نتائجها، ماذا نتوقع وما الذي نراقبه في نتائج البنوك الأمريكية؟ إلى أي مدى هي مرشحة للمزيد من الأرباح خلال الربع الثالث وحتى الربع الرابع؟ بداية عندما ننظر لتوقعات نتائج الشركات الأمريكية بالعموم للربع الثالث وهي الشركات المدرجة بالـ S&P 500، فنحن نتحدث عن نمو بأرباح الشركات ب 27.6% عن الربع الثالث، هذا سيكون ثالث أعلى معدل نمو لأرباح الشركات المدرجة في المؤشر. ولكن الأبرز سيكون كيف ستتأثر نتائج الشركات الأمريكية بأزمات سلاسل التوريد التي نشهدها حول العالم والتي بدأناها في الربع الثالث ومن المتوقع أن تستمر معنا خلال أيضا الربع الرابع وربما أبعد. 71% من الشركات المدرجة ستتأثر نتائج أعمالها وهوامش ربحيتها بأزمة سلاسل التوريد لأنها ستشهد ارتفاع أو شهدت ارتفاع أعلى في التكاليف، وبالتالي هنا السؤال، هل ستمرر ارتفاع التكاليف جزء بسيط إلى المستهلك وتمتص الباقي أو أنها ستمرر كل الفرق إلى المستهلك؟ هذه التوقعات بالنسبة لشركات مثل شركات الطاقة، المعادن والخدمات والقطاع المالي بما يتعلق بإيرادات الربع الثالث، وكما راقبنا القطاع الطاقة هو القطاع بالصدارة. بالنسبة للبنوك الأمريكية في 13 أكتوبر جي بي مورغان وجولدمان ساكس سيعلنان عن النتائج، في 14 أكتوبر لدينا ويلز فارغو، سيتي، بنك أوف أمريكا ومورغان ستانلي، هذه البنوك التي ستعلن عن نتائجها للربع الثالث من بعد أن حققت أرقام كانت قياسية بالربع الثاني من هذا العام. توقعات ربحية السهم، نحن نتحدث عن الأبرز هو بالنسبة لجولدمان ساكس تقريبا 9.7 دولار للسهم الواحد، أيضا لدينا جي بي مورغان وسيتي جروب. النتائج التي شهدناها بالنسبة للمصارف الأمريكية بالربع الثاني جاءت مدعومة بشكل أساسي بموضوع إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي وأيضا عكس للمخصصات، يعني البنوك الأمريكية عكست أكثر من 60% من المخصصات المتعلقة بالديون الرديئة خلال الربع الثاني، وهذا يعني بأنه سيكون لدينا مجال صغير جدا للمزيد من الربحية المتأتية من عكس المخصصات خلال الربع الثالث أو حتى الربع الرابع. ولكن لاحظوا بأن أسهم البنوك تتجه وتسجيل أكبر زيادة سنوية من العام 1997. ليس ذلك فقط، على الرغم من أنها يعني اليوم كتقييمات تقييمات القطاع المصرفي والقطاعات المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية هو كتقييم أعلى من متوسط العشر سنوات، ولكنه أرخص بكثير من تقييم الـ S&P 500، وهذا ما يجعله بالنسبة للكثيرين فرصة ممتازة لأنه هو أرخص من تقييم الـ S&P 500. فيبقى السؤال إلى أي مدى نتائج البنوك ستبرر ارتفاع التقييمات إذا ما قارناها مع متوسط العشر سنوات الماضية. أبرز العوامل التي دعمت نتائج البنوك خلال الربع الثالث، عودة فتح الاقتصاد والتريدينج ريفينيو والتريدينج بروفيتابيليتي التي شهدناها بما يتعلق بالتداول. لا ننسى بأن الفيدرالي الأمريكي وعدد كبير من الأعضاء، يعني تحديدا نحن بدأنا نتحدث عن ماجوريتي أو عدد أكبر من أعضاء لجنة السياسة النقدية بدأوا يتوقعون بأنه سيكون لدينا رفع لمعدلات الفائدة في نهاية العام المقبل. هذا الأمر سيساهم بزيادة منحنى أو انحدار منحنى العائد، وهذا الأمر الذي بدأنا أساسا نشهده، أي الفرق ما بين العوائد قصيرة الأجل والطويلة الأجل. الفارق بدأ يتوسع بشكل كبير، وهذا أمر إيجابي للبنوك التي تقوم باستقبال الودائع على المدى القصير وتقوم بإقراضها على المدى الطويل، وبالتالي زيادة انحدار منحنى العائد يساهم في تحقيق البنوك الأمريكية لهوامش ربحية أعلى.